بعد 10 سنين على ارتكاب هذا النظام المجرم الطائفي مجزرة الحولي، اليوم نحن عم نستذكره على جدران مدينة بني الشل اللي دمرها طيران بشار أسد المجرم، لنقول انه بعد 10 سنين نحن لن ننسى ولا نسامح. هاي المجزرة كانت من اقبح المجازر ومن اقبح الصور يلي عالقة بمخيلتنا وبذاكرتنا. ارتكب هذا النظام الطائفي بالسكاكين ضد مدنيين عزل، قتلهم بكل دم بارد. مع الوقت عم تتكشف وبتنفضح مجازر جديدة، بس لمجزرة الحولي كثير ذكرى مؤلمة في وجداننا. بنقول لهم لكل العالم يلي المتعامي والمتخاذل انه نحن لن ننسى ولا نسامح. مجزرة الحولي هي كانت بال 2012 قبل ظهور اي تطرف كما يدعون داعشي او غير داعشي، كانت داعش الاساسي لهذه الميليشيات هو نظام اسد والميليشيات الايرانيه. مجزرة الحولي كثير كثير من المجازر، ولكن هي مجزرة شنيعة. اليوم نحن تخيلوا 105 شهداء كانوا جلهم تم ذبحهم بالسكاكين وذبحهم من قلوبهم او من اماكن حساسة جنسية او في اعينهم، خاصة للاطفال. طبعا هنيك كثير صور عرضت للاعلام. لن ننسى قاتلهم ولن ننسى محاسبة هذا المجرم الذي لا زال طليقا وبرعاية اممية وبرعاية كل الدول. وما يحصل اليوم باوكرانيا هو ثمن لما لسكوتهم عن هذه الجرائم وعن هذا النظام الإيراني والروسي في سوريا. جل الضحايا أو الشهداء اللي وقعوا كلياتها إعدامات من منطقة قريبة جدا جدا، يعني كان الطريق اللي دخلوا عليه تمشيط كامل، يعني ما عرفوا منه حدا خالص، يعني سبحان الله. يعني بعد فترة مثلا من الزمن، شغلت نص ساعة الزمن، بلغنا أنه في صار إطلاق رصاص على طريق السد. رحنا لهناك، رجعنا، كانت هون انقطعت عنا الكهرباء بعد الساعة 7 المساء. كانت الأدوات الكهربائية ساعتها بدائية، كان في بيل، هذا ضوء أبو بيل، جوالات سابقا بالعام 2012 كانت ضوء. فتحنا عليه هون، قطع الكهرباء من المستوصف تبع كفر له، فتح عليهم الأضوي وإذ كليات شهداء، فتم نقلهم على براد موجود عندنا في منطقة كفر له. لدوب ما اجت دخلت الأمم المتحدة بعد 6 أيام، طبعا دخلت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، كان الدكتور أميل حلواني هو رئيس اللجنة اللي دخل مباشر على مدينة كفر لها، وعلى أساس يعني أعطى وعود حاسمة بمعاقبة الجنات وهيك، وراحت من يومه. وجاي نحن اليوم كمان نورجي العالم إنه ساعتنا متمسكين وبنا حقنا من الجنات اللي ارتكبوا هاي المجازر في سوريا كلها.